مصرين على الشيف. عندك عناصر بيحبوك بالكنترول روم. اتفضل شيف. بس انا بدي افهم شغله جوزيف، شو بضل عمل لك؟ شو بضل عمل لك؟ هات لشوف الطريقه هيدي عن جد. ليش؟ هاي مسيرة؟ بس عندك شك انه انت معزتك كبيره؟ بعرف انت معزتك مش كبيره، اكبر من كبيره كمان. تفضل. لكن صبح بالخير انا كل المشاهدين وما كنتوا عم بتتابعونا بكل انحاء العالم. اليوم في عنا وصفات بلشنا فيهم من بدايه عالم الصباح، وصفات كتير طيبين، وصفات سهلين، بالإضافة لوصفة الحلو. يعني مشاهدينا اليوم وصفاتنا كتير صحية، مثل ما وعدتكم أنه نحن هلأ منبلش نستقبل اتصالاتكم مباشرة على الهواء لحتى نشارك بمسابقة ونربح فيها أيضا جوائز من منتجات تونيس فود. لكن مشاهدينا أنا رح أطرح عليكم أول سؤال لحلقتنا لليوم. عندي علبة شيش برك، هيدي علبة الشيش برك من منتجات تونيس فود، هاي العلبة كم فيها قطعة؟ لكن هيدا أول سؤال لحلقتنا لليوم، علبة الشيش برك كم فيها قطعة من منتجات تونيس فود؟ رح ساعدكم، رح حاول ساعدكم أنا، رح نشوف على الكاميرا هالعلبة، لكن خليكم عم تطلعوا على الرقم، كم فيها حبة علبة الشيش برك من منتجات تونيس فود؟ اوكي طيب. لكن بعد ما شفنا كم حبه خلينا نرجع نحكي عن وصفاتنا، خلينا نرجع نحكي عن طبخاتنا. هيدي الارقام عم نشوفها قدامنا على الشاشه. عندي طنجره على النار، هون انا صار لازم بلش بوصفه الشوربه. عندنا اربع وصفات، عندنا الدوناتس المشوي مش المقلي، عندنا كمان مشاهدينا الشوربه، وعندنا الطبق الرئيسي للدجاج، وعندنا كمان طبق يعتبر ابيتايزر اللي هو الافوكا. قبل ما اخبركم خلينا ناخذ نحن انا وياكم اول اتصال. الو 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 مرحبا. اهلا، معك تمام عيد. يا اهلا وسهلا، كيفي؟ الحمد لله، كيفك انت؟ ماشي الحال؟ ايه ماشي الحال. عندك الجواب؟ على حسب ما شفت انا 56. لا 36. قد ايه؟ 36. 36 مزبوط، هذا هو الجواب المزبوط. اهلا وسهلا فيكي وربحتي معنا ست من منتجات تونيس فود. لكن هيدي علبة الشيش برك من منتجات تونيس فود في بقلبها 36 حبة. هيدي على فكرة العجينة أو الشيش برك نحن منشيلها منحطها دقيقتين لحتى نسخنها بس بالفرن، ومنحطها فوق اللبن، يعني ما في داعي نقعد نحضر عجينة ونحضر حشوة، دغري منسخنها ومنحطها باللبن. أما في عنا السؤال الثاني كمان لحلقتنا لليوم، شو منستعمل فواكه نحن بقالب التارت؟ لكن قالب التارت شو فينا نستعمل فيه فواكه؟ هيدا سؤال كتير سهل ولا اهون من هيك. لكن هيدا السؤال الثاني، انا بهالوقت رح احط طنجره على النار. انا وعم بحط الطنجره على النار باخذ ثاني اتصال. الو 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 صباح الخير. اهلا صباح النور، معك محمود. يا اهلا وسهلا محمود، كيفك؟ الحمد لله. ماشي الحال؟ الحمد لله. اوكي، سمعت السؤال الثاني؟ لا ما سمعته. السؤال الثاني محمود بيتعلق بالتارت، شو فينا نحن نحشي التارت بأي نوع من أنواع الفواكه؟ تارت شو فينا نحشي فواكه؟ فيك تساعدني شوي؟ أعطيك احتمالات؟ إيه إذا بتريد. أوكي، فينا التارت نحشي تفاح ولا فريز ولا عنب ولا فريز ولا مشمش ولا شو فيك فريز؟ فريز مزبوط. لك ايه محمود، الف مبروك، ربحت معنا كمان ست من منتجات تونيس فود. اهلا وسهلا فيك يا محمود، انا بدي اقول الف مبروك للي ربحوا معنا لليوم. طبعا فيكم تستلموا جوائزكم من شركه تونيس فود كل نهار اربعة، متواجده بالمكلس او متواجده بالبوار، او حتى فيكم تتواصلوا معهم على رقم 03-180-800. طبعا انا بدي اذكر كل المشاهدين القاعد بالبقاع او بالجنوب، فيكم تتواصلوا معنا على الرقم اللي اعطيتكم اياه، برجع بعيده 03-180-800، هن بيوصلوا لكم اياه هون على المناطق البقاع او الجنوب. طبعا قاعد بطرابلس كمان في يتناول او في ياخذ هديته من البوار، والقاعد ببيروت في ياخذ كمان الهديه من المكلس. اهلا وسهلا بكل اللي اتصلوا فينا لليوم. بلشت انا هون بفرم البصل جوانح،
لحضر نوع شوربة. نوع الشوربة عندي شوربة البطاطا والذرة، لكن شوربة البطاطا والذرة صرنا مثل ما خبرتكم قريبين على شهر رمضان، تقريبا بعد في عنا حوالي أقل من أسبوع، فلازم من هلأ نبلش ناخد أفكار شوربة لحتى كل يوم نحضر وصفة شوربة. شكل عندي بصل بزيت الزيتون على النار، بهالوقت بيجي بحضر البطاطا، لكن كمان باخد من البطاطا، بفرم البطاطا وبضيف البطاطا للبصل، ونرجع منضيف حليب، لكن انا رح ضيف حليب للبطاطا واتركهم لحتى يغلي البصل مع الحليب مع البطاطا. رح حط رشة ملح، رح حط رشة فلفل ابيض، وايضا في عندي الذرة جاهزة، لكن مثل ما عم بتشوفوا وصفاتنا لليوم مثل ما خبرتكم كلها وصفات صحية. عندي صينية الدجاج، صينية الدجاج مع الباذنجان، طبعا حطيت الدجاج فخاد، جبنا دجاج فخاد او فيكم تجيبوا دجاجة كاملة تقطعوها انتو 8 قطع وتبلوها بالبابريكا، وايضا تحطوا معها من خل البلسمك، تحطوهم بصينية مع رشة فلفل ابيض وزيت زيتون، منفوتهم على الفرن لحتى ياخدوا لون. نرجع منحضر تتبيلة او منحضر خلطة، هي عبارة عن باذنجان، عبارة عن عسل، كمان مشاهدينا منحط مع الباذنجان والعسل خل البلسمك، بابريكا، زيت زيتون، فلفل ابيض، نخلطهم كلهم مع بعض بالاضافة للكرافس، لكن حطينا من الكرافس وحطينا بندورة كرزية، كلهم نخلطهم مع بعض ومنحطهم على وجه الدجاج، وبنرجع منفوتهم على الفرن لحتى تتحمر عندي هيدي الصينية كلها. وين اخذنا نحن النكهة بهيدي الصينية؟ بالعسل وبخل البلسمك، خل البلسمك اخذنا نكهة كتير طيبة. صار الوقت انا هون لكن مشاهدينا ضيف البطاطا للشوربة، لكن مثل ما عم بتشوفوا هاي كمية البطاطا ضفناها، نقلي البطاطا مع البصل، اوكي. خلينا نشوف شو في عنا هون، شايفين في عنا طنجرتين على النار، هول الطنجرتين شو في بقلبهم؟ هول في بقلبهم شوكولا، انا عم دوب هون الشوكولا، ناطر الشوكولا، حاطط طنجرة من تحت في بقلبها مي طبعا، وايضا مشاهدينا بدوب الشوكولا على البخار، ناطر الشوكولا انا كمان لحتى يدوب، بعد ما يدوب رح استعمل الشوكولا للدوناتس، لكن مشاهدينا الدوناتس هول مشويين، برجع بذكر المشاهدين عندي دوناتس مشويين جاهزين، عندي دوناتس لحتى احط لهم شوكولا ايضا على الوجه وزينهم. رح زينهم انا اليوم بالفواكه المجففه، في عندي فواكه مجففه مقطعون جاهزين لحتى زين الدونتس، او فينا نزينهم انتو كيف ما بترغبوا، لكن البطاطا مع البصل على نار هادية عم بيستووا، شوربة البطاطا والذرة، عند الذرة انا مشاهدينا كمان الذرة مسلوقة جاهزة معلبة، دغري بضيفة فوق البصل والبطاطا. طيب بهالوقت خليني جيب صحن، شو رح اعمل؟ اخذنا صحن، رح نجي رح اجي اخذ دجاج، اسكب الدجاج بهالشكل، طبعا هون في عنا الدجاج مع الفخاد، اوكي. فكان انا وياكم طبعا رح نرجع نشوف المقادير، رح تمرق قدامنا على الشاشة لهالطبق الدجاج مع الباذنجان مع الخضار، لكن انا برجع بذكر كل المشاهدين نحنا شو تبلنا للدجاج. الدجاج حطينا له من زيت الزيتون، حطينا ايضا من خل البلسمك، حطينا فلفل ابيض،
فينا نحط كمان كزبرة يابسة أخذنا نكهة رائعة. بس أنا بعد ما خلصت هون لأن في عندي كمان بدي ضيف بعد للدجاج من الزيتون الأخضر، وكمان بدي ضيف للدجاج مشاهدينا لكن رح نضيف زيتون أخضر ورح نضيف من البقدونس كمان بقدونس الأخضر. هون مثل ما عم بتشوفوا عم بوزع الباذنجان مع الخضار مع الكرافس، ما تنسوا تحطوا كرافس كمان ناخد نكهة رائعة. هيدا هو طبقنا لليوم لكن صار جاهز. بيجي باخد الزيتون، رح ضيف انا قبل ما ضيف الزيتون في عندي حليب سائل، هاي المقادير عم نشوفها على الشاشة، رح ضيف الحليب السائل للبطاطا وللبصل، نتركهم يغلوا مع بعض البطاطا والبصل. باخد الزيتون كمان بوزع الزيتون مثل ما عم بتشوفوا بهالشكل، اوكي لكن رح ضيف زيتون. وشو رح نضيف ايضا؟ رح ضيف بعد لهالطبق، اوكي حطينا زيتون وبناخد كمان، اوكي بجيب من البقدونس. طيب حط رشة بقدونس على هالطبق وايضا منضيف لوز. لكن مشاهدينا رح ضيف اللوزات بهالشكل وهيدا الطبق الرئيسي صار جاهز عنا. بضل في عنا وصفة تتقدم شكل تاني على الطاولة او ابيتايزر اللي هي الافوكا بالكعك. شو هي الافوكا بالكعك؟ رح خبركن عنا بعد شوي. خلينا نروح انا وياكم هلا مع بريك جدا قصير وبنرجع سوا.